مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث. أخذ بركة الكنيسة العظيمة ديت، و مش عارف احنا لحد 8:30 اوكي بقى ولا قال لك اسبحك وقت السحور. طيب بنعمة ربنا احنا موضوعنا النهاردة، يعني عشان ممكن يبقى مختصر شوية مثلا في نص ساعة، انا عارف ان الوقت يعني الاجتماع معاده كان يخلص بدري شوية، لكن تعالوا نتكلم في نقط. طيب ربنا يخلي قدسك تعيش محبة قدسك. موضوعنا النهاردة عن المصطلحات اللاهوتية أو بعض المصطلحات اللاهوتية، نناقشها ونفهمها ونشوف يعني الأمور اللي فيها. في الحقيقة من أهم النقط في فهم اللاهوت فهم المصطلحات، لأني معظم مشكلة الكنيسة في الترمينولوجي أو الكونسبتس اللي بتاعت الكنيسة كلها، لأني ما تنسوش أن الكنيسة ديت ناس في الغرب كان ليهم ثقافة لاتينية، ناس في الشرق الثقافة بتاعتهم يونانية، وربما بعض الناس عندهم ثقافة عربية، فأمور كتير في اللاهوت يعني بتحك شوية في موضوع الثقافات. فعشان كده المصطلح مهم جدا ان احنا نتفق عليه. احنا ممكن نشق الكنيسة كلها وتبقى حضرتك بتقول زي ما انا بقول، بس انت اخترت مصطلح وانا اخترت مصطلح، فاحس ان احنا مش فاهمين بعضنا، ولكن لما نفتش جوه قلوبنا نلاقي تقول الله طب ما هو مفيش خلاف بقى. ودي على فكرة نقطة يعني مهمة جدا هنجلها، يعني في تاريخ الكنيسة هنجلها وهنشوفها حصلت ازاي في تاريخ الكنيسة، بس اثرها في الانشقاق لسه لحد ايه لحد النهاردة. تعالوا ناخد نقسمها كده في مصطلحات خاصة بالله، هناخد نموذج مصطلحات خاصة بعمل الله والفداء، وناخد مصطلحات خاصة بالإنسان. عندنا ثلاث يعني ثلاث مسارات النهاردة هنمشي فيهم، لو كل مسار خدنا فيه شوية دقايق واتناقشنا نبقى يعني يمكن خرجنا بمسارات متنوعة في الأمور اللاهوتية كلها. أول حاجة الأمور الخاصة بالثيولوجي، اللي هي الأمور الخاصة باللاهوت، خاصة بالله ذاته. أول مصطلح حابب أكلمكم فيه هو الأفعال الإلهية. دي نقطة مهمة قوي لازم نحطها في بالنا، وديت زي ما بيقولوا اللي يفهمها ممكن يستوعب، مش شايفين؟ أطلع فوق؟ طيب انا لو طلعت فوق هم قربوا، انا خليتهم يعني شاورت لهم كده هم جم. اوكي انتم مش شايفين بسبب السبوره قصيره. ماشي اوكي. ولا اللون عشان النور. حاضر ادي ده، لو احنا استخدمنا الاسود هيبقى افضل يعني كده. كويس واضح شويه. خلاص اوكي ماشي ماشي ماشي. حاضر انا اسف عملت لكم. تمام
الأفعال الإلهية ديت لو إحنا استوعبناها ديت مفتاح فهم أمور كتيرة في اللاهوت. أول حاجة الآباء يقسموا الأفعال الإلهية إلى مصطلحين هامين جدا، دول يشرحوا لنا حاجات كتيرة أو تحتيهم أو في بطنهم مشاكل مهمة أو لازم نفهمها. أول حاجة في الأفعال الإلهية هما نوعين، الآباء يسموها أفعال ثيولوجية وأفعال إيكونومية. يعني إيه بقى دول؟ ودول هناخد فيهم شوية وقت. الأفعال الثيولوجية دي أفعال خاصة جوه الله نفسه. يعني إيه؟ الله أنتوا عارفين جوهر، مش كده؟ جوهر يعني إيه؟ يعني الله له وجود حقيقي. جوهر يعني شخص، كائن، مش مجرد فكرة. طيب في داخل الجوهر أفعال خاصة بوجود الله ذاته، كينونة الله نفسه، دي حاجة خاصة بالألوهة بتاعته، دي بيسموها أفعال ثيولوجية، لأن ثيو يعني الله أو ثيوس يعني الله، لوجية يعني علم، لوجيا يعني علم، أو لوجيك يعني منطق أو علم. فلما يقولوا ثيولوجية يعني ما يخص أو العلوم الخاصة بالثيوس الله. عايز أكمل؟ تمام. طيب خليكم معايا، هو شوية هيزبط الدنيا. تمام أبونا. طب أبونا اللي هيقعد يكتب. لا العفو أبونا العفو. لا طيب، يبقى إذن أفعال الثيولوجية دي أفعال جوه إيه؟ الجوهر نفسه. ركزوا في الحتة دي عشان في حتة بعد كده أنا هسألكم فيها أنتوا هتكملوا لي. تمام، أفعال الثيولوجية دي أفعال جوه الله ذاته. هديك مثال صغير عشان نستوعبها ونكمل. الإنسان نفسه في أفعال جواه خاصة بكينونته كإنسان، زي مثلا توالد الأفكار جواك. توالد الأفكار دي ما مش بإرادتك، أنت ما بتدوسش على زرار أو بتحرك عضلة فالفكرة بتطلع، مش كده؟ أو بتحرك سنانك مثلا بمزاجك، لا، دي حاجات جوه كينونتك كإنسان بتصدر تلقائيا وطبيعيا من جواك بدون ما حضرتك يكون ليك إرادة فيها. ده أحيانا الواحد ما يبقاش ليه إرادة والفكر يجيله مش عارف يحاربه، مش عارف يطرده. فدي أفعال بتصدر من جوه الإنسان نفسه خاصة بحياتك وكينونتك. مثل تاني بيحصل مع الإنسان، الجسد ده لو الروح فرقته بيموت، صح ولا غلط؟ صح؟ طيب الروح لما بترجع له بيعمل ايه؟ طيب حد يعرف ازاي ان الروح بتبث الحياة في الجسد؟ تعرف ازاي؟ ما نعرفش. دي حاجة في طبيعة الانسان، الروح تتحد بيه تلاقي الجسد انتعش واشتغل زي الكهرباء كده، تخش الروح عاملة زي الكهرباء في الأجهزة، تحط الجهاز في الكهرباء تلاقي الموتور ترك قام اشتغل والشاشة نورت والمش عارف ايه لقط والكاميرا جابت ايه ده ما تعرفش. خدتوا بالكم؟ فدي برضو أمور سرية جوه الإنسان بتحصل داخل الجوهر الإنساني نفسه، مش بالإرادة، مش بمزاجك، دي بالطبيعة، بطبيعة الإنسان. طيب تعال بقى نفهم على ربنا. بس خد بالك قبل ما نبدأ نتكلم عن جوهر الله أو حاجة زي كده، كل اللي هنقوله عن جوهر الله هي قشور بسيطة، محاولات بشرية إننا يعني أهو من خلال ما أعلنه الله عن نفسه، مش من خلال ذكاء ولا حكمة بشرية، زي بولس الرسول قال لم آتي لكم بحكمة بشرية
خدتوا بالكم؟ لكن دي إعلانات الله. كل ما هو في اللاهوت عشان نبقى متفقين هو محاولة لفهم إعلان الله عن طريق استنارة الآباء الأوائل. الآباء الأوائل إحنا بنستفيد باستنارتهم لفهم الإعلانات، تمام؟ لكن برضو مش بشطارتهم. بمعنى يعني مش واحد من الآباء قال إيه؟ ما تيجي نقعد كده نفهم ربنا يا جماعة. عملوا قعدة لاهوتية كده وقالوا إحنا ربنا لازم يبقى كذا. لا لا لا، مش بالشطارة. قالوا ما تيجي نفهم الإعلان الإلهي، ما تيجي نشوف المسيح يعني إيه. في البدء كان الكلمة. هما فهموا الإعلان، وطبعا مش بمزاجهم أو مش بفكرة حاجة طريقة قرروها، ولكن دي حياة استلموها من المسيح ليوحنا الحبيب، لبوليكاربوس، من بطرس لكليماندوس. بقول كل واحد وتلاميذه، يعني بطرس الرسول لكليماندوس تلميذه الروماني، من يوحنا الحبيب لبوليكاربوس لهيبوليتوس لمرقس الرسول اللي عاشر المسيح في العلية، وهكذا لبرنابا لبولس للوقا رسول المسيح، كل دول اللي سلموا اللي وراهم. فالآباء دي ما اخترعتش لاهوت ولكن كرزت بالحياة اللي عاشوها. طيب الأفعال الثيولوجية في الله بقى اللي هي خاصة بحياة الله نفسه، سر الألوهة زي ما بيسموها، أو يسموها أحيانا سر الثالوث. طيب إيه هي الأفعال ديت؟ الأفعال دي هي علاقات بين الأقانيم. لو قلنا الأقانيم ورسمناها رسمة المثلث، ولو سمينا إني الضلع ده مثلا، طبعا دي رسومات على قد فهمنا وربنا يسامحنا فيها، لو قلنا إن الضلع ده مثلا الابن، والضلع ده الروح القدس، والقاعدة دي هي عبرنا عن الاب بالقاعدة ديت، تمام؟ الاب هو الينبوع، عشان كده انا خليته القاعدة، هو الينبوع. ايه اللي بيعمله الينبوع؟ الينبوع بيصدر الاقنومين التانيين. الينبوع هو ينبوع الجوهر نفسه. فالاب، وهقول لكم ليه، يعني كمناقشة جانبية هقول لكم الفكرة ماشية ازاي على قد ما فهمنا من الآباء، زي ما قلنا من استنارة الآباء. الآب يالد الابن وباثق الروح القدس، تمام؟ فالآب هو ينبوع الجوهر. بس خد بالك، خد بالك، الجوهر الإلهي في المثلث كله ايه؟ واحد. يعني لو انا جيت رسمت الجوهر الإلهي، تعالوا نرسمه، هخلص لكم الآن الأزرق بقى، معلش، مع اني في كل حتة برسمه باللون الأحمر عشان إلهنا نار آكلة، لكن عشان انتوا تشوفوا هنعمله باللون الأزرق. ادي مثلث. لو انا جيت تخيلت معاكم ان هذا المثلث مثلث من الفضة، يبقى جميع الأضلاع بتاعته مالها؟ نوعها ايه؟ فضة. هو الفرق بس ان ده الضلع اللي بيواجه الناس، انت بتتعامل معه، بتمسكه من هنا، ممكن تكتب عليه حاجة مثلا، لو في، لو الضلع ده يعني عريض شوية تكتب عليه تاريخ، تكتب عليه حاجة كده يعني، اوكي؟ الروح القدس او الضلع الثاني هو برضو فضة. ليه؟ لان الشريحة كلها ايه؟ طيب لو غيرنا الشريحة دي وخليناها ذهب، يبقى الثلاثة كلهم ايه؟ ذهب. هو الفرق مش في اللي جوه، مش في الماتيريال بتاعة المثلث. لو اعتبرت ان انت لابس مثلا الصليب ده شكل مثلث، يبقى من جميع جوانبه هو نفس المادة، الخليط واحد، خدت بالك؟ الفيزيكس بتاعتها او الفيزيكس بتاعتها واحدة، طبيعتهم واحدة. يبقى إذن أول نقطة هنقولها في أفعال الثيولوجية إن الآب هو والد
الابن وهو باثق الروح القدس، وبالإجمال الآب هو ينبوع الجوهر والثالوث، وده قاله القديس كيرلس. تمام؟ سؤال ولا تعليق؟ خناقة؟ عادي، أنا بضحك. اتفقنا؟ يبقى الأفعال بقى تعالوا نسمي الأفعال. احنا فهمنا ان الأفعال دي اللي جوه الجوهر الإلهي، في سر وجود وكينونة الجوهر الإلهي. الأفعال دي خاصة بين الأب والابن والروح القدس. على رأي واحد ربما الجملة دي تفتكرها لزمن طويل، لأن أنا سمعتها منذ 40 عام أو أقل شوية وما نسيتهاش. عشان تفرق بين الأفعال الثيولوجية وأفعال الإيكونومية، فأحد الأباء قال إيه؟ قال الله له صدورات منه وصدورات فيه. الصدورات اللي فيه دي ما يخص سر اللاهوت، سر وجوده ما بين الأب والابن والروح القدس. الأب والد الابن، الأب باثق الروح، دي فيه، دي في الجوهر الداخلي جواه. صدورات منه دي أعمال موجهة للخليقة، دي الأعمال الإيكونومية. وصلت؟ تاني، الصدورات ليه بنسميها صدورات؟ لأن الابن يقول من عند الآب خرجت، فده صدور. ولادة الابن من الآب ده صدور. انبثاق الروح القدس من الآب ده صدور. خدت بالك؟ حتى كلمة انبثاق في اللغة في الإنجليزي معناها صدور أو انطلاق. خدتوا بالكوا؟ طيب تعالى نمسح ونكتب، أو نكتب ناحية تانية ونمسح. حاضر، بس نشطب دي مؤقتا يعني. تعالوا نكمل في الأفعال الثيولوجية وناخدها بتفصيل أكتر. إيه اللي بيحصل في الأفعال الثيولوجية؟ لو حبينا نحط للمصطلحات دي أحداث، يعني الأب بيعمل إيه؟ والابن بيعمل إيه في الحتة دي؟ أو صفته الثيولوجية إيه؟ إحنا بنتكلم في صفته الثيولوجية جوه إيه؟ الجوهر. برافو، جوه الجوهر. طيب، أول حاجة الأب والد الابن وباثق الروح القدس. ممكن نزود كلمة نقول باثق الروح القدس فين؟ في الابن. هقول لكم ليه وهقول لكم ازاي. في ناس كان عندها تساؤل، وفهموا الحتة دي عشان مهمة خالص. الكاثوليك اللي خلاهم يقعوا في بدعة انبثاق الروح القدس من الاب والابن اللي بنسميها الانبثاق المزدوج، يعني انبثاق مزدوج من اقنومين مش من اقنوم واحد، مع ان الاب هو الينبوع. لكن هم انا مش عارف ازاي اقتنعوا ان الابن مش هو الينبوع ومع ذلك يبقى باثق الروح القدس. هقول لك المشكلة في دماغهم جت ازاي. هم اعتقدوا ان في فرقة، قالوا ايه؟ ادي الاب زي الشمس كده وبيصدر النور والحرارة، اوكي؟ فالتخيل اللي في دماغ الكاثوليك جه كده، قالوا ادي الشمس ملتهبة جوه بالنور والحرارة وبتطلع النور بهذا الشكل. تمام؟ طب وبتطلع الحرارة والسخونة ازاي؟ قال لك الشمس بيعمل كده، ادي الحرارة اهي. اللي موافق على الرسمة دي يقول لي، واللي مش موافق يقول لي ليه. انتوا الاول شايفينها؟ طيب الرسمة دي ايه رأيكم؟ ولا اكمل ليه؟ برافو عليك.
هم استوعبوا الرسمة دي وقالوا ان كده عندهم مشكلة. ولو فعلا الصدورات الإلهية بتتم كده يبقى في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان الابن اللي هو النور او اللي هو الاعلان الالهي عن القدرة الالهية المعلنة عن الاب بعيدة عن الروح القدس ومنفصلين عن بعض. فالكاثوليك معرفوش يحلوها، قعدوا يفكروا يقولوا ايه نحلها ازاي، نحلها ازاي، ازاي الروح القدس يبقى منفصل عن الابن، ازاي الابن يبقى منفصل عن الروح القدس. قالوا بس الحل الوحيد نربط الروح القدس بالابن باي ايه طريقة. ايه الطريقة اللي انتوا تريحكوا عشان تربطوا الابن بالروح القدس؟ قالوا يبقى الابن كمان باثق للروح القدس، يطلع كأن النور كمان ايه بيعمل كده. كده جعلوا مصدرين وعملوا اتنين اب في الثالوث. وكلمة اب يعني ينبوع، عملوا اتنين اب. طيب الحل ايه يا جماعة؟ ابائنا الشرقيين يعني قديس كيرلس مثلا هو استاذ الفكر في الثالوث، اثناسيوس كان استاذه، بس اثناسيوس كتب كتب، كيرلس كتب مراجع في الثالوث. يعني اثناسيوس مبدع كتب كتابين ثلاثة، كيرلس مبدع خد من تعليم ابوه فسر فكتب مرجعين ثلاثة مش كتاب يعني. طيب ابائنا الشرقيين قالوا لا يا جماعة الكلام ده ما ينفعش، والرسمة دي كده غلط، احنا ما نوافقش ان الصدور يبقى بالشكل ده لان ده معناها انفصال، وما نوافقش ان حل الانفصال يكون بالشكل اللي قالوه ان الابن كمان يبقى ايه ينبوع للروح القدس. طب نعمل ايه؟ قالوا ببساطة الاب باثق الروح القدس لكي يستقر في الابن. فانت لما تيجي تتخيلها ادي الاب برضو باثق الروح القدس كده فين؟ في النور نفسه، الحرارة متحملة على ايه؟ على النور. مش عارف الرسمة واضحة شايفينها ولا لا؟ الشمس لما بتطلع الأشعة بتاعتها هل بتطلع النور لوحده في سكة والحرارة في سكة تانية، ولا الحرارة متحملة جوه أشعة النور؟ يعني الفوتونات الضوئية، طبعا فرق كبير بين الشمس والله، لكن احنا بناخد مثل صغير ده ليه؟ بناخد مثل صغير عشان نفهم، عشان نقرب الفكرة. الأشعة الضوئية الفوتونات اللي خارجة من قرص الشمس وجاية لنا لحد الأرض، هل في أشعة خاصة بالنور وأشعة تانية خاصة بالحرارة؟ الفوتون نفسه، خليهم معاك، الفوتون نفسه بيحمل جواه وبيشع من خلاله النور والحرارة، هو بيحمل طاقتي النور والحرارة جواه، فالشعاع الواحد بيحمل الاثنين، والنور والحرارة بيطلعوا متركبين في بعض، مش كل واحد ليه أشعة مختصة بذاتها. بدليل ان حضرتك لما تيجي تقول انا عايز اقف في النور عشان اقرأ كتاب، او اقعد في البيت اقرأ كتاب كده افتح الشباك، حضرتك مش هتقدر تعفي نفسك من الحرارة طالما قعدت في الشمس عشان تستظل عشان تستفيد بالنور، يبقى غصب عنك الحرارة هتيجي عليك. مش هينفع تعزلهم عن بعض، الحرارة في النور والنور في الحرارة. مش هتيجي تقول صدقني انا بردان انا عايز انام شوية في الشمس بس عايز الدنيا ضلمة، اخد الحرارة لوحدها وابعد عن النور لوحده، مش هينفع، مش هتقدر، صعب جدا، كلام مستحيل. فاذا يا احبائي الصدورات الالهية اللي خارجة من الينبوع اللي هو الاب، الابن والروح القدس في الابن، لان الاباء قالوا ان الروح القدس مستقر او يستقر في الابن. فاذا يستقر في الابن دي معناها ايه؟ معناها ان بدون انفصال. حتى في نظرية لطيفة قوي بين الاقانيم الثلاثة بيسموها نظرية الاحتوائية. يعني ايه احتوائية؟ يعني كل اقنوم يحتوي اخر ومحتوى من الاخر، يعني ما تقدرش تفرقهم، ما ينفعش. لو فكرنا في فكرة الفوتون او شعاع الضوء،
انت ما ينفعش تطلع الحراره من النور وتقول ايه بعيدوا عن بعض، ما مش هينفع تعزلهم ولا في المعمل حتى تعرف تعزلهم. خدت بالك؟ حاضر حاضر، ده هنناقشه في الاعمال الايكونوميه اللي هي الاعمال التدبيريه الموجهه للخليقه. ربنا ارسل الروح القدس للناس بمعنى ايه؟ هنتكلم فيه. برافو عليك. هم بقى قالوا الذي ارسله انا، افتكروا ان ارسله زي ينبثق، فخلطوا بين الاثنين، مع ان دي كلمه ودي كلمه حتى في اليوناني. اتفضل. بصرف النظر لا، انت ما فصلتش بين الاثنين، انت استخدمت واستثمرت الحراره. خدت بالك؟ استثمرت الحراره، انت قعدت في الضوء وقريت. هل انت قريت بالحراره ولا قريت بالنور؟ قريت بالنور. طب انا اتدفيت، هل اتدفيت بالحراره ولا اتدفيت بالنور؟ اتدفيت بالحراره، مش كده؟ جلدك سخن من النور ولا من الحراره؟ انا عارف ان الاثنين مش مفترقين، لكن لو انا عايز احدد تحديدا يعني، يبقى ده نوع من الاستثمار. وده ربما نفهمه اذا حبيت تطبقه اوسع في حته الاعمال الايكونوميه، ازاي ان الحراره ممكن تفيدك، ازاي روح القدس يفيدك، وزي الايه وهكذا، هنتكلم فيها بعد دقايق يعني. طيب، يبقى اذا اول قاعده، الاب والد الابن، باثق الروح القدس في الابن مش منفصل عن الابن. نمرة اثنين، الابن مولود من الاب، تمام؟ تقدر تقول بعض الاساتذه يقولوا ايه؟ ومستقبل الروح القدس، لان الروح القدس منبثق جواه، تمام؟ اللي هي نفس الجملة اللي فوق، هو مستقبل الروح. الألم ده مش واضح، مش كده؟ الروح القدس منبثق من الآب ومستقر فين؟ تمام، برافو. منبثق من الآب لكن مش في حتة تانية، ده جوه ايه؟ محتوى ومحتوي للابن، تمام؟ طيب، دي اهم الافعال الثيولوجيه. تعالوا نعمل كومنتس سريعه كده عن الافعال الثيولوجيه تترجم فهمنا ليها. الاول لحد هنا في اسئله؟ اتفضلي. انا اديت مثال، ده كله ده مثال. بقول اني بنمثل النور بالابن، لان الكتاب قال هو بهاء مجده، فكأن النور بهاء الشمس، فقلنا اقرب تشبيه، ده تشبيه، ان نور الشمس يبقى رمز للابن كتشبيه يعني، والحرارة رمز للايه؟ الروح القدس، تمام؟ في سؤال تاني ننقل بقى. طيب، بما اننا فهمنا القواعد ديت، تعالوا نحط شوية جمل تساعدنا اكتر او ترسخ الفهم دوت. هنيجي نقول ايه؟ الافعال الثيولوجية دي نمرة واحد افعال خاصة بالايه؟ بالجوهر الالهي، اتفقنا؟ طالما افعال خاصة بالجوهر بنسميها افعال كينونة، ده مصطلح برضو، كل دي مصطلحات متركبة على فكرة المصطلح الثيولوجي. يعني ايه الافعال الثيولوجية؟ هي افعال كينونة، يعني حاجة خاصة بكينونة الله، إن الله يبقى موجود إزاي، دي حاجة في سر وجود الله. اتفقنا؟ ننقل ولا في ها؟ أوكي؟ تمام. جملة تانية ممكن نقولها، إنها جنب كلمة أفعال كينونة نقول عليها، الآباء يقولوا كده، إنها أفعال بالطبيعة أو طبيعية مش إرادية.
فهمها. أفكركم بالمثل اللي قلناه، هو الروح لما قلنا الروح تركب الجسد وتتحد بالجسد، الجسد مرة واحدة ينتعش ويشتغل، هل ده بمزاجه؟ دي بالطبيعة. أفكارك لما بتتوالد منك وحضرتك نايم أصلا والأفكار والعقل شغال، ده بالطبيعة ولا بالإرادة؟ بالطبيعة. ليه أفعال خاصة بكينونتك ككائن عاقل، ربنا خلقنا كده. أما الله نفسه في جوهره الثيولوجي برضو أفعاله الخاصة بوجوده بكينونته، إن الأب والد للابن وباثق للروح القدس، دي أفعال بالطبيعة مش بالإرادة. يعني مش إن الأب مثلا بعد مرور 2-3 مليار سنة من وجوده لوحده قال إيه، ما تيجي قالد الابن، إيه راما فكرة حلوة أخد قرار بولادة الابن، هل ده ينفع؟ مينفعش. لو قرار إرادي يبقى حاجة خاصة بالتدبير، وده مش قرار تدبيري، دي حاجة في طبيعته. لأن هو على فكرة بالمناسبة، هو لو ما كانش كده والتلات أقانيم بالشكل الثيولوجي اللي حكيناه ده، يبقى مش هو الله ومش إله موجود بالمرة. يعني يبقى أول حاجة أفعال كينونة، اتنين أفعال طبيعة مش إرادة، وأفعال جوهر، أفعال خاصة بوجود الجوهر. طيب إذا كانت أفعال طبيعية مش إرادية وأفعال كينونة وأفعال جوهر، هل تعتقدوا دي أفعال زمنية ولا سرمدية؟ برافو عليكم، تفضلي. تمام، طبعا خدتوا بالكم. فطالما أفعال كينونة فالله لازم تكون أزلية وأبدية. يبقى نركب فكرة جديدة، بس أنا أكتب لكم الأول دي أفعال سرمدية. تمام، كينونة، تمام تمام، قدسك تعلمنا. كمان بقى بما أنها أفعال سرمدية، ركزوا معايا، احنا عمالين نطلع من فكرة لفكرة وانا مبسوط من التجاوب، بس لو حد شايف ان في حاجه مش واضحه يوقفني. ايه رايكم يعني ايه سرمديه؟ السؤال ده في امتحان. ازلي ابدي، يعني بلا بدايه وبلا نهايه. تمام، طب اذا كانت بلا بدايه وبلا نهايه، تعتقدوا انها افعال مستمره ولا افعال استاتيكيه؟ برافو عليكم، افعال مستمره. هقول لك الرد دوت، بس اخلص النقطه دي عشان ايه ما ننساهاش. لما بنقول انها افعال سرمديه، يبقى حضرتك لازم تفهمني على طول وتقول لي اذا ولاده الابن مش حدث مره في الزمن وانتهى، مش زي ام حبلت وبعد 9 شهور قامت ولدت وخلصت. القصه مش كده خالص، القصه روحيه مثل نور الشمس الصادر بصفة مستمرة من الشمس. طول ما الشمس موجودة، طول ما نورها ساطع، دي أفعال متصلة، عشان كده بنقول عليها سرمدية. عشان كده لما بنقول الابن ما بنقولش ولد من الآب، بنقول إيه؟ مولود، عمل مستمر من الأزل وإلى الأبد ولا ينتهي أبدا، ولادة نور الشمس من الشمس. خدت بقى، الشمس مش بتيجي الصبح تروح والدورة مياه في الأرض وينفصل عنها، مش كده؟ مش تروح الصبح تقادي النور اهو يلا ارمي على البشر زي الست اللي بترمي مثلا مية الغسيل وتخلص. لا، ده نور الشمس ساطع من الشمس، صادر من الشمس، معلن للبشر، ولكن ما زال في اتصال وصدوره مستمر. هكذا ابن، إذا أنت تخيلت الابن، ودي هنعلق عليها يعني، بس ربنا يدينا وقت نعلق عليها لما نخلص الحته دي، نشرح فكره ايه يعني اشمعنى ثالوث يعني، والحته دي عشان بتقابل اسئله كتير. تمام، ننقل على الافعال الايكونوميه، بس هرد على السؤال بتاع الاستاذ. هو بيقول اذا كانت افعال مش اراديه، فهل حد ممكن يتهمنا ويقول
ان في حاجة بتتم مش بإرادة الله. هقول لك نقطتين. فرق جدا بين انها افعال ليست إرادية وفرق بين انها افعال ليست مرغوبة. هي افعال مسرة ولكنها بطبيعة الله. يعني ايه افعال مسرة؟ يعني الاب فرحان ويصر بالابن والروح القدس، ولكن ليست افعال ارادة، بمعنى ان الله لو في وقت من الاوقات قال عايز الابن قرر يولده، مش عايز الابن قرر ما يولدوش. لاني بالعقل والمنطق لو ده خاص بوجود الله نفسه يبقى إذن لازم يكون موجود حيث الاب موجود. يعني ما ينفعش ان الاب يقرر بارادته انه يوجد جوهره، انه يوجد اعلانه، انه يوجد مجده، يوجد حكمته. الله، هو انت قبل كده ما كنتش بحكمة؟ مين ينسب اهانة لله؟ ان حكمته تبقى طبيعية فيه، ولا ان حكمته مش طبيعية وجات له بعد زمن؟ مين هي الاهانة؟ خدت بالك؟ فان حكمة الله تبقى طبيعة فالله صح، ليست بإرادته. أيوه مش بإرادته، هو طبيعته كده حكيم. يعني هو ما جاش بعد زمن قال إيه ده الواحد ينقصه حكمة، ما تيجي تخليني بحكمة. طب بأي حكمة أخذ هذا القرار؟ خدت بالكم؟ فهي لا تهين الله ولا تنسب شيء إلى الله، إن الله بطبيعته يبقى حكيم. دي بطبيعة، جزء في الطبيعة. ننقل على الأفعال الإيكونومية بقى. تفضل. التجسد انا لسه هحكيها اهو. لا اشكرك على السؤال بس انت مش مركز في حتة. انا بتكلم في افعال الثيولوجية، كل ما قلناه من شوية افعال خاصة بولادة الابن وانبثاق الروح القدس فقط. لسه الافعال الايكونومية اللي هي التدبيرية اللي هي افعال الخلاص لسه ما اتكلمناش عنها. وصلت؟ انا بتكلم عن ولادة الابن من الاب وانبثاق الروح القدس من الاب، انها افعال سرمدية طبيعية جوهرية مستمرة متصلة. وصلت؟ بس انا لسه ما اتكلمتش عن ما يقوم به الله تجاه البشر. ايه مالها؟ معلش اديني السؤال تاني في صيغة واضحة عشان انا مش، هل في مايك يقدر يروح له عشان اسمعه؟ او تعال انت. طيب نرجع تاني عشان تبقى انت فاهمني كويس. الافعال المستمرة ايه؟ العك كمان عشان تفهمني. الافعال المستمرة هي ولادة ابن الله من الاب، انبثاق روح الله من الاب. بس ولادة سرمدية تمام. اما بقى الافعال التانية اللي انت تقصدها التجسد واللي واللي لسه ما حكيناش فيها، ما تسبقش. في اسئلة حريمي؟ تمام. انا سامع صوت، انا حاسس. طيب عود استريح. حاضر استريح. هو الله لا مذكر ولا مؤنث، لكن بما اننا لغه، ما انا هقول لك اصبري، انا لسه ما كم... شوفوا يا احبائي، شوفوا يا احبائي، الله روح، لا في تذكير ولا في تأنيث. فكرة التذكير والتأنيث دي جت من إطلاق لغتنا
البشرية على الله. يعني إحنا نقول مثلا بعض الأفعال عن الله وهي مش بالطريقة المادية، فبنقول مثلا إيه؟ نقول يد الله مثلا فوق، فين يد الله؟ دراعه. طب الكلام قبل التجسد كان يمشي إزاي؟ عين الله، فين ربنا ليه عينين؟ كان الله يكلم وآدم يسمعه. هل الله ليه أحبال صوتية وحنجرة؟ دي عملية إطلاق اللغة على الله، إطلاق لغة بشرية عشان أنا وإنتم نقدر نتحكى ونحكي عن ربنا، ولكن بأمور وإحنا لازم نبقى فاهمينها إنها يعني بنتكلم عن ربنا بمسافة، عن بعد شوية. يعني ما إحناش بنتكلم وكل لفظ لازم يتم حرفيا بالمعنى، خدتوا بالكم؟ فديت يقولك الله قام، غضب الله، ندم الله، فندم الله لأنه صنع. دي مش خالص، ده مجرد تعبير عشان إحنا الجهلة لما نقرأ الإنجيل ومنفهم، حاضر، ومنفهم إن الإنسان فسد في كثرة الشر، عشان كده الإنجيل اختار كلمة ندم الله. مش معنى إن ندم الله إنه إيه ده؟ يا ريتني ما عملته، أنا إيه اللي خلاني أعمله؟ أو غضب الله إن وشه أحمر والدم ضرب في عروقه، مش كده خالص. ده مجرد مصطلح عشان أنا وإنتم نفهم حاجة عن الموقف اللي بيتحكي. فلما بنقول الله مذكر، هو الله لا مذكر ولا مؤنث، لكن إحنا في اللغة اخترناه مذكر عشان نفهم إن الله رأس، لأن الرجل رأس المرأة. وصلت؟ بس تفضل. ما انا قصدت اقولها، ايوه، ما انا بجيبها من الانجيل مش بجيبها من بيتي. دي نظرية، ده مصطلح ممكن. طب استريح، استريح، طب استريح، بس هريحك. الكلام المكتوب اسمه ايه؟ الكتاب قال مثلا فندم الله انه صنع الانسان. ازاي ندم الله؟ اقول لك دي طريقة اسمها نظرية الانثروبومورفيزم. يعني ايه الانثروبومورفيزم؟ انها تشبيه الصفات الانسانية على الله عشان انا وحضرتك نفهم، خدت بالك؟ فاللي انا عايز اقوله لك ده كلام من الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس استخدم الألفاظ البشرية عن الله؟ عشان أنا وإنت نفهم. ده تصوير عشان أنا وإنت نفهم. وأنا ما قلتش إن الله اللي مشبوحة بيه، أنا بقول لك السؤال، هل الله ندم بمعنى ندم؟ ثواني يا شباب، ثواني، خلوا يقول وإحنا نتناقش عشان يفهمنا. ما انا قلت كده، متفقين، متفقين، استريح. ما هو ده اللي انا قلته، ربنا استخدم الطريقة دي عشان يفهمنا. دي طريقة، وصلت؟ دي طريقة، طريقة من الطرق اللي بتاعت كتابة الوحي. بس ايكونومية وثيولوجية، يوناني، تمام. طيب نيجي بقى، تفضلي. المسيح عاش مع الرسل، سلمهم الإيمان. هو مش لسه كنا مع سيدنا بتقولوا الآية بتاعت من يقول الناس إني أنا؟ فابتدوا الرسل يتكلموا وقالوا أنت هو المسيح ابن الله وهكذا، يعني ابتدوا يفهموا يعني إيه ابن الله ويعني إيه اللاهوت. وبعد القيامة قعد معاهم 40 يوم يحدثهم، وكتاب ما قالش 40 يوم بيكلمهم في إيه، مش كده؟ راح السامرة قعد 3 أيام يومين يكلمهم، ما قالش الكتاب قال إيه. في تعاليم كتير الرسل عاشوها مع المسيح، مش قروها كخبر، فعاشوها وسلموها. اللي أنا قلته لكم من نص ساعة إن بطرس سلم، كليماندوس الروماني، يوحنا سلم، بوليكاربوس، مش كده؟ كل واحد ليه تلميذه، ودول تلاميذ ابتدوا يكتبوا ويدونوا. الرسل دونوا الأناجيل، واللي بعديهم دونوا رسائل، والرسائل دي كانت أساس الإيمان وانتشرت. رسائل كليماندوس من أشهر الرسائل، هيبوليتوس من أحد الآباء
تلميذه على ايد الرسل، وبعد كده خد منهم على طول إيريناوس ابو التقليد عشان جمع تقليد الرسل كله، فيعني دي حياة عاشوها فشرحوها، واللي بعديهم شرحوها. بس احنا بنقرأ ونفهم ما هي الافعال الايكونومية. كلمة ايكونوميك بالانجليزي يعني ايه؟ اقتصاد، واقتصاد مقصود بها تدبير. حاضر، هو بس سؤال، اقعد استريحي، انا مش عايز اخرج كتير بره، لكن باختصار الكاثوليك برضو رسوليين، كنيسة رسولية، يعني استلمت من الرسل، لكن فهموا حاجات غلط بدءا بقى من انشقاق مجمع خلق دنيا وكده، ابتدى يبقى فيه شوية حاجات، وبعدين سنة 1054 في القرن ال11 دخلوا في بدعة الانبثاق المزدوج وهكذا، وبعدين البروتستانت بعد 1600 سنة من صعود المسيح اختلفوا مع بابا روما، عشان كده قالوا ايه؟ مش هناخد اي حاجة من الكهنة خالص، مش عايزين تعليم ابائي. ليه؟ لان هو اساسه اختلف مع مين؟ مع الاباء، فقال لك مش عايز تعليم ابائي. ده باختصار يعني، لكن ممكن في مرة تانية يعني اخد بركة ونحكي في تاريخ خروج البروتستانت بالذات، تفاصيله كتير. طيب ان شاء الله. كلمة ايكونوميك بالانجلش يعني تدبير او اقتصاد، وهي هكذا برضو باللغة اليونانية ايكونومية معناها تدبير او اقتصاد. ما اقتصاد يعني تدبير، من جهة واحد بيدبر امكانياته ايه، معاه ايه، يصرف ايه، ما هو ده نوع من التدبير اللي هو نفس علم الاقتصاد. ليه سموها الاباء افعال تدبيرية ايكونومية؟ الافعال التدبيرية دي لان الله فعلها بالإرادة، هنا بقى بقرار. عايز يا رب تخلق؟ عايز أخلق الإنسان. هل ده عمل سرمدي ولا عمل زمني؟ عمل زمني. وقت ما ربنا اختار، ربنا محدد من زمان ميعاد معين بزمن الله، طبعا الأزمنة كلها إيه؟ حاضرة أمامه كلها، فالله محدد الميعاد في الزمن المناسب نفذ. الصليب عمل ايكونومي ولا ثيولوجي؟ ايكونومي، مش كده؟ حلول الروح القدس على الكنيسه ايكونومي، تمام؟ طيب كل افعال الايكونوميه تعالوا بقى نترجمها نمره واحد، انت نقول الكومنتات على طول مع بعض، عشان السؤال بتاع الاستاذ اسمك ممدوح، تمام، عشان السؤال او التعليق بتاع الاستاذ ممدوح. أعمال الإيكونومية هي أعمال بتتم بالتدبير. تدبير يعني إيه؟ الإرادة الإلهية، تمام؟ اتنين، أنتوا اللي هتقولوا بقى، هل هي أعمال سرمدية متصلة ولا أعمال زمنية؟ برافو عليكم، زمنية. زمنية يعني ليها وقتها، اختاروا ربنا ونفذوا فيه وانتهت. لكن في الحقيقة خد بالك، حتى لو كان الفداء أو التدبير عمل زمني، ولكن آثاره وقوته مالها؟ مستمرة. يعني صليب المسيح عمل زمني، لكن هل انتهت قوته؟ هو الصليب تم في ساعة معينة، في يوم معين، في شهر معين، في سنة معينة، لكن قوة أفعاله لأنها منسوبة لله، وإن قام بها الأقنوم الكلمة المتجسد، فأفعاله قوتها إيه؟ مستمرة، لكن حدثها زمني. أوكي؟ متفقين يا جماعة ولا في أي لخبطولوجي؟ أوكي. حلو، سؤال جميل قوي. الأبدية في عند الله، الأبدية بتاعتنا يعني، هل هي فكرة مستجدة ولا كانت في خطة الله الأزلية؟ طبعا. بصوا يا جماعة، احفظوا التعبير ده، وتعبير يخضك شوية لأنه باللغة العربية. الله ليس عنده طروق. طروق، ها؟ طروق. طروق يعني شيء طارئ. هكتبها لكم كده. طروق.
يعني ما فيش فكرة طارئة بتقفز إلى ذهن الله يقول الله إيه ده فكرة جديدة جميلة إيه؟ يا أحبائي كل أفكار الله حاضرة أمامه منذ الأزل، ولكن التوقيت اللي ربنا بيختاره هو حر فيه. يعني الله مش جيف بعد فترة وقال إيه يا لي زمان من غير خليقة، جاتني فكرة امبارح بالليل جميلة خالص إني أخلق البشر. لا، ربنا ما عندوش أفكار طارئة. الله منذ مش هو قال يا جماعة ملكوت الله المعد من قبل تأسيس العالم، يعني من الأزل. هو الله في ذهنه الأزلي كل خططه، بس كل خططه محدد لها معاد، مش كده؟ فالله ما عندوش طرق، ما عندوش حاجة طارئة أبدا، لا خبر طارئ ولا قرار طارئ ولا فكرة طارئة. الله كله ولا مفاجأة، الله كل الزمن حاضر ملكه كده بين ايديه، الماضي والحاضر والمستقبل حاضرين امام الله كلحظة قدامه شايفها كلها. فضل ليه؟ ثواني يا جماعة، ثواني. حاضر حضرتك بعد اذنك، ده مش جمع، ده مصدر من طرأ، يعني شيء طارئ، طرأ طروقا بالهمزة. حضرتك ادخل على المختار الصحاح وانت قاعد وصلح لي المعلومة، استريح. انا كنت شيخ وانا صغير، عشان كده كانوا دايما يقولوا تعال يا شيخ، انت روح يا شيخ. من ده مش جمع، ده مصدر. طيب بالظبط، طبعا نمرة ثلاثة، أفعال إيكونومية تيجي بالتدبير، تيجي بالإرادة، تيجي في الزمن، لكن هي في ذهن الله إيه؟ يبقى زمنية الحدث أزلية الوجود في فكر الله، أو أزلية الفكر، عشان إيه؟ يبقى في الأحسن حد يفتكر الوجود إنها خليقة مركونة عند ربنا في المخزن. بس اللغة دي مشكلة. تفضلي. لا حبيبتي، هو ربنا عالم ان آدم هيغلط، وعارف هيتصرف ازاي في الخطأ دوت، وعارف ميول آدم، وعارف مين هيخلص، وعارف مين هيرفض، وعارف يهوذا هيخون. فربنا ما عندوش احداث، ما زال بقول لك مفيش طرق في الاحداث. يعني مش ربنا اتفاجئ ان يهوذا اخطا او سلمه، ليه كده بوظت لي؟ طب عامل ايه يا يهوذا؟ ده انا كنت مجهز واحد تاني اسمه نعوم، مش عارف ايه نحوم ايه. طب خلاص اتكلنا على يهوذا، الغي يدعوت احرنوت، مش كده؟ ما عندوش ربنا كده. وربنا شايف الأحداث كلها وعارف، وعارف إن آدم هيغلط، وعارف السكة تمشي إزاي، وعارف الحل إزاي. ده برضو تعبير من نظرية الأنثروبومورفيزم، إن معناها إيه؟ إن لو كنت يا شاول كويس كانت رضا الله هينولك، ولو لأنك ما كنتش كويس وهكذا. وصلت؟ تمام. انتوا عندكم طرق في الأسئلة. الفكر الإلهي، لأنها في فكرة الله منذ الأزل. طبعا تقدر تقولي ممتدة المفعول، تمام؟ حاضر، تعالى.
حاضر بعد المحاضرة على مائدة مختار الصحاح. زمنية الحدث أزلية الفكر. طالما هي زمنية الحدث يبقى إذن احنا قلنا بالإرادة زمنية الحدث أزلية الفكر بالتدبير. طالما هي زمنية يبقى إذن بيفعلها الثالوث كله. خلاص 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 حضرتك استاذ ايه استريح انا خاف اقابلك بعد كده اقول لك استاذ طارق ما طيب عايز اقول لكم بقى حاجه جديده من هقولها فاكرين المثلث مش هنخسر بعض عشان مختار الصحاح خلاص بصوا بقى خدوا بالكم الحته دي فاكرين المثلث اللي خلصنا فيه القلم الازرق هنرسمه تاني بس صغير ها بشوي انا عارف تمام ادي المثلث اهو وهنرسمه صغير عشان ايه بشوي ما يضربنيش شوفوا بقى لا استاذ بشوي بيوزع ورق خليكم معايا معلش خليكم معايا الافعال الثيولوجيه بتتم داخل الجوهر الأزرق ده تمام؟ أفعال الإيكونومية بتتم بشركة الثالوث والجوهر كله موجهة للخليقة الإيكونومية التدبيرية بشركة الثالوث هي أفعال شركة الثالوث خد بالك بقى من الحتة دي خطيرة قوي لازم تفهمها الأفعال الثيولوجية الآب والد الابن محدش بيشاركه في الصفة دي هو الينبوع الابن مولود من الآب محدش بيشاركه في الصفة دي الروح القدس منبثق من الآب محدش بيشاركه في القصة دي اتفقنا؟ لكن الأفعال الإيكونومية أفعال بتتم بالشركة بس كل أقنوم ممكن يبقى ليه دور تمايز الأدوار يعني مثلا الفداء هو ده العمل الأساسي الفداء في أعمال كتير قوي في التجسد في حلول الروح القدس على التلاميذ والكنيسة في حلول الروح القدس في أسرار الكنيسة في إعداد جسد الابن الزيجوت الجنين اللي اتحد به الابن في أحشاء العذراء في تهيئة الأحداث في تهيئة العذراء نفسها الروح القدس يحل عليك الثالوث كله شارك في فدائنا الاب ارسل الابن الروح الاب ارسل الروح القدس الابن ارسل الروح القدس استعجبوا الاب والروح القدس ارسل الابن الرب يرسلني وروحه في المزمور اشعياء الرب ارسلني وروحه خدتوا بالكم فاذا الاقانيم بشركه ثالوثيه تقوم تجاه كل ما هو للخليقة تقوم بالأفعال الإيكونومية بشركة ولكن مع تمايز الأدوار مع التمايز اتفقنا؟ فالأقانيم كلها بتقوم أفعال جوهرية كلها جوهر بيفعلها للخارج للخليقة تقول لي إيه؟ مين اللي خلق العالم الاب ولا الابن والروح القدس اقول لك بالراحه بس بالراحه بس هديك نظريه ابائيه مهمه قوي في افعال الايكونوميه
شوفوا الشعر اللي انا بقوله ازاي، نظرية آبائية في الافعال الايكونومية. ايه هي بقى النظرية؟ بتقول ايه؟ ان كل عطية او كل صلاح او كل نعمة وردت، الجملة دي وردت على اشكال متنوعة كثيرة جدا، مش اقل من 15-20 مرة في اقوال الاباء. كل نعمة، كل صلاح، كل عطية، كل عمل يأتينا كده يعني. كل صلاح يأتي من الآب، أيوة برافو عليك، من الآب في الابن بالروح القدس. دي جملة آبائية هتلاقوها في جميع الكتابات، قالها القديس أثناسيوس، قالها القديس باسيليوس، قالها غريغوريوس، كل الآباء قالوا نظرية هامة جدا. يعني إيه بقى الأفعال الإيكونومية تتم بهذا الشكل؟ مين اللي خلق الخليقة؟ الآب بالابن في الروح القدس. مين اللي خلص العالم من الخطية؟ الآب بالابن في الروح القدس، مش كده؟ مين اللي بيدير الكنيسة؟ الآب بالابن في الروح القدس، أو في الابن بالروح القدس، تقدروا الحرفين الجربي مشيت في أقوال الآباء كذا مرة عكسية. تفضل. الابن أعلن بنفسه أن الآب لا يدين أحد، فقد أعطى الدينونة كلها للابن. ليه؟ لأن الابن هو اللي نزل وتحمل واتخذ جسد، يعني اتجسد يفدينا، وهو اللي ادانا الإعلان، وهو ادانا التعليم، ادانا الإنجيل. فهو عايز يقول ان الآب أعطاني ده لأن أنا اللي علمتكم، فأنا اللي أحسبكم على اللي علمته لكم. خد بالك؟ لكن برضو تقدر تقول إيه؟ مين اللي هيدين؟ الآب بالابن، الآب بالابن وفي الروح القدس، لأنه أيضا بدون انفصال. طيب، نقطة كمان عايز أقولها لطيفة خالص، المعلمين اللاهوت يقولوها، بما ان المقولة دي احنا مستوعبينها كويس، هديك رسمة حلوة خالص ممكن يعني تبقوا تستخدموها مع اولادكم، بس بعد ما ايه ينمو شوية في المعرفة. يعني بصوا يا جماعة، العلاقة بين الله والبشرية ماشية بتسلسل المقولة ديت. الاب، لو افترضنا مثلا، انا مش عارف ارسم فين، انتوا شايفين هنا، هنكتب بدل ما نرسم في قلم لونه، نكتب بلون تاني. الاب، الابن، الروح القدس. شايفين الاسهم دي؟ الاب بالابن في الروح القدس. اوكي، الاب يوصل للبشرية ازاي؟ مش يوصل لها في العلم او يعرفها، لا، اقصد يوصل البشرية يعني ايه؟ يعني يتحد بيها، يقرب منها، يديها من خيراته، يديها من صلاحه، يديها من بره، يديها من تقديسه. هو ده المعنى الوصول، مش ان ربنا مش عارف يتعامل معانا، لا، الوصول ان الله يغذينا ببره. ده المقصود بكلمة يوصل البشرية ازاي. الاب بالابن، الابن المتجسد اللي بناء على اتحاده نقل إلينا البر، والروح القدس ياخد من الابن ويعمل ايه؟ يدي للبشر. ادي البشر هم الكنيسة، ارسمها كده على شكل قبة عشان تبقى انت عارف ان ايه دي الكنيسة. الاب ارسل الابن تجسد عشان يغذي البشرية في المسيح اولا، ثم الروح القدس ياخد من المسيح وينقل للكنيسة. عشان كده الكتاب قال، المسيح قال ايه؟ الروح القدس ياخذ مما لي ويعطيكم. اوكي، وصلت؟ طيب، انا وانتم بقى الكنيسة اهو، عايزين نوصل للآب. نوصل ازاي؟ بالروح القدس في الابن الى الآب. نتعامل مع اسرار الكنيسة، نفرح بالروح القدس، عطية الروح القدس يملك ويسكن في قلوبنا، ينقل لينا بر الابن، قداسة الابن، أبدية وخلود الابن، مش كده؟ نصرة الابن، شركة موت الابن، شركة قيامة الابن، فنصل إلى مين؟ إلى الآب.
وصلت؟ ايه رايكم في التسلسل اللي يعني التبادلي دوت؟ يعني دي اعمال الايكونوميه. عايز اقول لك اخر معلومه في اعمال الايكونوميه، احنا بنقول افعال شركه للثالوث كله مع التمايز، بس حط في اعتبارك نظريه هامه جدا، التمايز لا يعني الانفصال. ازاي؟ هل الابن لما تجسد انفصل عن الاب عشان يتفرغ للتجسد؟ اللي بيفكر بالفكره دي فكره مادي، بيفكر ان الابن هيسيب الاب كان اتنين قاعدين في اوضه، فواحد هيمشي هينزل، واحد هيطلع واحد هيقعد، ده تفكير مادي. لكن لان الله روح، روح بسيط، فالاقانيم انا مش بعرف اشبهها للشباب، لكن بشبهها لهم بالايد اللي عامله كده. ممكن تلاقي الصبع ده عمل كده، والصبع ده عمل كده، والصبع ده عمل كده، هو كلهم ايد واحده وممتلئ، وهم في وحدانيه رهيبه، بس الصبع ده له بروز في عمل ما، والصبع ده له بروز في عمل، والصبع ده له بروز في عمل، ولكن هم في النهايه ايه؟ يد واحده، ومتماسكين ومحتويين في بعضهم بالشكل ده. انتوا واخدين بالكم؟ فالاب ما بينفصلش. بديكم مثل صغير تفتكروه دايما. لما حضرتك مثلا بتيجي من الشغل تعبان وتقول ده الواحد هفتان مش قادر، عاملين ايه يا جماعه في البيت؟ تعالى ده احنا عاملين عدس، وبتقول لهم انا واقع واقع، وتقعد تروح دابب العسل بشويه البصل وتبقى مبسوط خالص. هل هذا العمل عمله الجسد ولا الروح؟ ده عمل ينسب لايه؟ الجسد. طب هل الجسد عمله بانفصال عن الروح؟ بالرغم من انه عمل متمايز جدا للجسد، ولكن بدون انفصال. طيب الروح، انت قاعد كده وحسيت انك مخنوق شويه ورفعت عينك لربنا، قلت له يا رب انا حاسس اني متضايق شويه، ده عمل روحاني ولا جسداني؟ صحيح العين اشتركت، لكن في الحقيقه هو عمل ايه؟ هل الروح قالت للجسد اقعد ذاكر انت، انا عندي شغل تاني، انا راح اصلي وهرجع لك بعد ساعة تكون كلت ولا نمت ولا؟ الروح تصنع ما تريد، تتمايز ولكن بدون انفصال، والجسد يتمايز بدون انفصال. وصلت؟ وهكذا هم كده يبقى هذا التمايز. يعني قادر اوصل لكم الفكرة؟ طيب انا كده خلصت الجزئية الاولانية. لو عندنا يعني اسئلة، لان انا شايف يعني الجزئية جايز مصطلحاتها كتيرة، ممكن في مرة تانية بشوي ناخد بقى ما يخص التجسد ومصطلحاته، الطبيعة الواحدة وكده. هو الموضوع يمكن عشان الأسئلة فردت، لكن أنا معاكم طيب نخلص الورق، نخلص على الورق الأول. واحد بيسأل عن لما بنشبه الله بالشمس، طب ما الشمس بتغيب؟ سؤال في هذا المعنى. يعني بصوا يا أحبائي، احنا لما بنقول مثل اسمه مثل ما اسموش تطابق، ده مثال. يعني المسيح مثلا لما جاء قال لك ايه؟ يشبه ملكوت السماوات انسان زرع زرع، تقول لي وملكوت السماوات هو مش عارف بيتزرع في الارض بيتحط في الطينه؟ هو يا جماعه ده مثال، ده مثال ليه وجه من التشابه وليه 100 وجه من عدم التشابه. فانت لازم تبقى ذكي تلقط ايه وجه التشابه. لو جيت قلت لك مثلا ايه ده انت شبه ابن خالي حقيقي، تقول لي ليه؟ اقول لك وشك الخالق الناطق بص صورته، تقول لي ايه ده بس ده طويل قوي، اقول لك يا حبيبي بقول لك وشه بس ده تخين قوي، يا عم بقول لك وشه. فالتشابه في بند مش في كل حاجه، والا يبقى اسمه تطابق. هل ازليه الفكر تتعارض مع الحريه التي اعطاها الله للانسان؟ ازليه المعرفه لا تتعارض مع الحريه. زي حضرتك مثلا
طبعا الله غير الانسان، لكن زي حضرتك مثلا تبقى مدرس، وبعدين انت قاري بكره في ايه؟ الواد ده ولد لهلوبه، ده واد فظيع، ده بيعرف احسن مني، ده في عيال بتبقى احسن من الاساتذه بتاعتها، فده هينجح هينجح. تقول لي ايه ده؟ هو حضرتك اللي اثرت عليه ونجحته؟ انا يا جماعه بذكائي فهمت، بالخبره فهمت. طبعا ربنا بقى مش قصه خبره، وربنا قاري الموقف. لكن انا عايز اقول لك عليه، تيجي تقول لي مثلا ايه؟ المنتخب المصري هيلعب منتخب البرازيل مثلا، هيلعب منتخب البرازيل، فانت يعني كانك قريت الماتش قبل كده، يا جماعه خلاص انا عرفت النتيجه مقدما. فالله بمعرفته بقى، الله قاري كل حاجه، لكن مش هو السبب في كل حاجه. وصلت؟ هل سنرى الله بهيئة بشرية؟ وكيف يجلس الابن عن يمين الله؟ هنرى الله في المسيح، والمسيح هيبقى في مجد أعظم بكتير مكان في الصليب، مش كده؟ ده احنا بنقول المجيء المخوف المملوء مجدا، فهنشوف المسيح بمجد، في ملء مجد. ازاي مش حد شافه عشان أقولك؟ لكن كيف يجلس عن يمين الله؟ ده تفكير مادي، اوعى تقول الكلمة دي. هو كلمة يمين الله معناها ان المسيح صار في مجده القديم، مجد الاب المساوي، لان استفانوس رفع عينه بص لقى الابن اللي هو كان بيشوفه ايام التجسد، يعني مهان وبيضربوه في الصليب، وسمع وعرف القصة، بص لقاه في بهاء، قال لك ده في يمين الله. بمعنى ايه يمين الله؟ يعني في المساواة القديمة بتاعته. هل في الدينونة سوف يظهر في صورة الجسد الذين حتى يعرفوه؟ ما احنا قلنا الابن، والابن عمره ما هيفارق الجسد، فطالما الابن هيدين هنشوف المسيح. يقول لك ينبغي ان نقف جميعا عند كرسي المسيح ليعطي كل واحد حساب. عمل التجسد انتهى، عمل التجسد كحدث اسمه حدث تم، لكن اثره واستمراريته مش هتنتهي. بنقول لاهوته لا يفارق ناسوته، خلاص مفيش مفارقة أبدا إلى الأبد، مفيش مفارقة أبدا. عندما أهلك الله ولا بنوح ندم على الفعل، هل ذلك فعل طارئ وندم؟ لا طبعا يا جماعة، أنا قلت بس أنتم جايز ما ركزتوش، كلمة ندم الله مش معناها انه تفاجئ، ايه ده هم بيعملوا ايه؟ ده طلعوا ناس وحشين قوي، لا لا انا ندمت. لا يا جماعة مش كده خالص. الله من الازل عارف مين، مش انا قلت عارف ادم هيسقط؟ هل هو ندم بمعنى انه مثلا يا ريتني ما عملت كده، ام زعق في الملائكة مش عايز اشوف حد قدامي؟ مش كده؟ احنا يا جماعة بنطبق طرق بشرية، ده تعبير عشان انا وانت نفهم ان ايه؟ ان الخليقة الجميلة الحلوة اللي المفروض كانت تعيش في دائرة رضا الله انتقرت من دائرة الرضا إلى دائرة العقاب، من دائرة الحياة في الملكوت إلى دائرة الطرد، لأنها غير صالحة للحياة في الملكوت. بس ده المعنى. هتيجي إمتى؟ أفتح جوجل شوف، يقول لك ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، قول الحاسم للمسيح قولا واحدا محدش يعرفه خالص، مهما كانت الاصفار بتشاور، لكن بتشاور عشان انا وانت نتاثر، مش عشان ناخد المعلومه ونكتب الميعاد في النوتة. ليه بنقول الاب والابن في الروح القدس وما نقولش ربنا او الله الازلي الابدي؟ ممكن تقول الاب والابن والروح القدس وهم هم الله الواحد. بص حبيبي، لما انت تقول الله الواحد انت بتتكلم عن المثلث، اقانيمه الثلاثه او اضلاعه الثلاثه وجوهره الداخلي. لما حضرتك عايز تحدد تقولي هو انت واقف فين، اقولك على الشمال. فين في الشمال؟ اقولك جنب الضلع الشمال. هل انت لغيت المثلث؟ انت حددت تحديد معين، خدت بالك؟ هذا التحديد لا يعني ان المثلث اتقطع ولا اختلف ولا اتفك ابدا. فانت اما تقول الاب والابن والروح القدس الأقانيم في الجوهر الواحد، إما عايز تقول زي ما بقولك مثلا المثل اللي خدناه من خمس دقايق، أنا لما كلت تقول ده الواحد كانت جتته إيه مهفتة والحمد لله، تقول لي إيه؟ وليه تقول جسدك ما جتته يعني جسده؟ ليه تقول جسدك؟ ليه ما تقولش روحك وجسدك ككائن واحد؟ يا عم ده تعبير عايز تفهمها بمعنى العموم
أنا أكلت. عايز تحديدا مين اللي أكل، روحك ولا جسدك؟ تحديدا جسدي. عايز تتكلم بالتحديد اتفضل، عايز تتكلم بالعموم اتفضل، لكن خد بالك إذا أنت هتتكلم بالتحديد حدد صح. يعني ما تقوليش ده روحي انبسطت بالبصل، لا معلش، بتتكلم عن الروح اللي هي السبيريت يعني، لا ما انبسطتش بالبصل خالص، دي اتخنقت منه. لكن لو هتحدد حدد صح، يا تقول أنا على بعضي يا تقول جسدي تحديدا. في إنجيل معلمنا يوحنا الخطاب الوداعي مجد مش عارف ايه طب ومجد ابنك، مجد ابنك مجد ابنك كل ما تقول اعطيهم المجد الذي اعطيتني اقنوم الابن بخاطب الاب ولا ايه؟ ايوه ايوه ابن بخاطب الاب. مش احنا قلنا لازم هنبقى عارفين ان هم ثلاث اضلاع حقيقي، ما ثلاث اضلاع يعني ثلاث اقانيم بجد، احنا مش بنضحك، هم ثلاث اقانيم بس الثلاثه متحدين في جوهر واحد زي ما قلنا كده. اقنوم انت تميزه انه فعل هو وفعل هو لكن هم ما بينفصلوش. اتفضل يا مس. بصي احنا دلوقتي في مرحله، يعني المحاضره دي مرحله شرح وتوضيح، ازاي بقى وصلها الابتدائي ربما يبقى ليها شكل اخر، بس لازم الاول نحدد. اتفضل يا ابي، دي ورش العمل. طبعا لو انا مش فاهم كويس قوي قوي ما اشرحش. وبعدين حاجه تاني، اتفضلي استريح، ساعات الاسئله الكتيره تخلي الخادم المش متمكن يدي امثله يحاول يوضح صوره فالاجابات تبقى خاطئه. تمام؟ فلو انا مش فاهم ومش متوقع الاسئله واقدر اقول حاجات توضيحيه كويسه، ما اتكلمش للاولاد، اجيب حد يعرف يتكلم. ودي نقطه مهمه، لو توافقنا في كده يا ابونا. طبعا طبعا طبعا. هو انا بس عايز استاذن قدس ابونا في اضافه صغيره، احنا دلوقتي ربما نكون في مرحله الملء، اوعي تسيبي الملء وتفكري في مرحله الفيض، لسه شويه. يعني ايه؟ نملى ونقتنع ونناقش ونقطع في بعضنا في المناقشه كده لحد ما نستوعب. انا كنت بسهر ابويا للساعه 6 الصبح على فكره، وكنت بعذبه ويقوم المكتبه ويطلع ويطلع الكتاب ويقول لي افتح كده شوف فلان قال ايه وقديس ايه قال. دي احنا كده بنقطع مع بعض لحد ما نفهم. حلو خالص. وناخد امثله ونعترض عليها ونفهم وهكذا. بعد كده بقى نعمل ورشه عمل. طب يا جماعه الافكار الكبيره دي الطفل يفهمها ازاي؟ ربما خادم تاني يقول لا انا بخدم شباب، الشاب يفهمها ازاي؟ دي قصه تانيه. في سؤال من هل يوجد خليقة أخرى خلقها الله كبشر كائنات في... ما نعرفش وما نشغلش بالنا. عايز أقول لكم نصيحة، كل ما لم يعلن في الكتاب المقدس لم يرد الله أن يعلنه، فما نشغلش بالنا أن احنا نفرض معرفتنا عليه. هو ربنا لو كان عايز يقوله لنا كان قاله لنا. مش عايزين ندخل فيه. أنا بسميه يعني معانا الطلبة ساعات لما يسألوا أسئلة قال لهم يا جماعة مش عايزين ندخل في حاجة اسمها لاهوت افتراضي. ايه نقعد نفترض؟ طب لو كان آدم ما سقطش، ده أنا ما أعرفش. اللاهوت بالنسبة لي أنا إعلان من الله، ما أعلنه الله بدرسه، ما لم يعلنه الله ما بفتيش فيه. واحد يقول لي طب لو مرة واحد سألني كده، طب لو كان آدم حواء كلت وآدم مرضيش كان هيبقى نصهم كان هيتفرقوا عن بعض. يا عم ما تفتيش. ما لم يرد أن يعلنه الله خلاص أنا مقحمش نفسه فيه. إيه فكرة يعني ليه ثلاثة؟ أنا مش عايز أضيع وقتكم 9 و10، يعني أنا عارف أنتوا هتموتوني. لو خدنا 5 دقايق بس عشان نفهم الفكرة. طبعا هي ربما تحتاج وقت اطول، بس انا بصلوات قدس ابونا هاخد مش اكتر من 5 دقايق. بالظبط.
بصوا يا جماعه، المدخل الاكثر ابائيه والاكثر وضوح لفهم الثالوث هو المدخل بتاع القديس كيريلوس واثناسيوس لما قال ان الاب هو الينبوع. خليكم معايا، يعني ايه الاب الينبوع؟ اثناسيوس قال اني فرضا ان في عين بتنبع، انتوا عارفين في الجبال في عيون بتجيب ميه لوحدها زي نهر الاردن كده على فكره، وبينبع من صخره في جبل. المهم صخره او نبع بيجيب ميه، بعدين في قناه بتوزع الميه. فاثناسيوس قال ايه؟ ان الاب هو الينبوع اللي بينبع، والقناه هو الابن حامل نفس الميه اللي جوه الينبوع، اللي هي فكره المثلث، الجوهر واحد لكن التلات أقانيم متميزين تقدر تميزهم. فالفكرة كلها أخذها أكتر القديس كيريلوس وشرحها، فابتدى يتكلم عن الآب هو الينبوع، وتلاقي بعض الجمل في الكلام هبقولها لكم في وسط الكلام. إيه الفكرة عشان تفهم ليه تلاتة مش أكتر وليه مش أقل، وليه دي أفعال كينونة اللي بدونهم ما يكونش الله كإله؟ بص حضرتك، وبرضو ليس إحكام فكر، محاولة هشة بشرية من تراب إن إحنا نفهم الآب، نفهم الله. أوكي؟ تعال نبدأ بالابن. ليه؟ لأنه الطبيعة المعلنة، هو الحكمة، هو القدرة المعلنة، فأنا بحب في الشرح أبتدي بالابن وبعدين نشوف الآب وكده. قول لي إيه هي الصفات طبيعة الله؟ مش الابن هو القدرة الإلهية زي ما قال الكتاب؟ الخلق خالق، يبقى نحط بس الجدول كده. الأزلية، ماشي. صفات، احنا بنقول أسماء صفات. الأزلية، القدرة، غير محدود، غير محدود بقى في قدرته، غير محدود في معرفته، غير عدم المحدودية، ماشي. بس هنقول ايه القدرة؟ الله لازم يكون ايه؟ عنده قدرة، هو القدرة نفسها. باثق، دي صفات خاصة بالآب، أنا بتكلم عن الابن دلوقتي. أوكي؟ أزلي، أبدي، سرمدي، لازم يكون الحياة، لازم الله يكون هو حياة، لازم يكون حياة يا جماعة، مش كده؟ لازم يكون حكمة، عنده حكمة، مش كده؟ السيد المسيح لما كان بيتكلم عن نفسه كان بيتكلم عن نفسه بأنه هو الطبيعة الإلهية. بمعنى إيه؟ أنا هو الحق، أنا هو الحياة، مش كده؟ وتقال عنه بولس الرسول، قال عنه أنه هو حكمة الله، وقال عنه هو القدرة، خدتوا بالكم؟ وتقال في حتة تانية أنه كلمة قدرته، كلمة القدرة بتاعت الله. فإذا طبيعة الله لازم تكون الحياة، الحق، الأبدية، الصلاح، الحكمة، الفداء، ده عمل من أعمال المحبة، المحب أو المحبة، شو قال الله؟ محبة. طيب هسألكم سؤال بقى مهم قوي، ركزوا فيه، أيا كان بقى الصفات فيها أكتر من كده، احنا بنختار الأسهل لما نيجي ندي مثال. يعني تعال نفكر في حاجة، حياة الله، يعني مثلا أشهر حاجتين سهل نتكلم عن الحياة والحكمة والقدرة، لأن الأزلية جزء من الحياة، هي الحياة التي لا تنتهي، فالحياة الأبدية والأزلية. طيب مثلا نبدأ حاجة حاجة، حكمة الله من أين تنبع؟ مين اللي بيقول الله ذاته؟ برافو. حكمة الله من أين تصدر؟ مرة القديس أثناسيوس زنق أريوس زنقة جامدة قوي، قال له إيه؟ قال له حكمة الله وعقل الله من أين ينبع؟ هل من الله أم من آخر؟ فأريوس ما ردش على السؤال دوت، أو حسب ما قريت في الكتاب إن الموقف ده ما ردش عليه أريوس. عارفين ليه ما ردش؟ أصله كان هيتزنق ليه؟ لو قال له بينبع من الله نفسه، قال له يبقى أنت، كان هيقول له كده يبقى أنت اعترفت إن لازم يكون الحكمة نابعة من الينبوع أو من ينبوع الحكمة، يبقى أنت اعترفت لازم يكون في آب وفي ابن، خدتوا بالكم؟ طيب قدرة الله من أين تصدر؟ هل من الله ذاته
أم من خارج الله؟ من الله ذاته. يبقى عشان نختصر الفكرة، لازم كل الطبيعة الإلهية هي طبيعة موجودة وجوهر حقيقي، مش مجرد خيال أو فكرة، جوهر حقيقي لازم يبقى نابع من الله نفسه مش من برة ربنا، وإلا ربنا يبقى بيشحت قدرته أو بيستلفها. تعرفين إخواتنا المسلمين عندهم كلمة كنت بناقش فيهم معاهم حد، يعني كنت في مؤتمر برة مصر وكان معي حد من العراق، ومن العراق دول أساتذة في الفكرة على فكرة. المهم فقلت له أنت عندكم كلمة جميلة أو بتقولوها، الله قيوم. يعني ايه الله قيوم؟ قيوم قائم في ذاته، قائم بذاته مش قائم بآخر. هي نظرية فلسفية معروفة واتكلموا عنها كتير الـ يعني الفلاسفة، يعني قائم بذاته. الإنسان قائم، بس قائم بمين؟ برافو عليكم. الإنسان موجود بس وجوده اعتمادي على غيره، على ربنا. لكن الله لو كان اعتمادي ما يبقاش ربنا. فعشان كده الله قائم، قائم بمين؟ بنفسه. لازم هو نفسه يكون ينبوع نفسه، لازم هو نفسه يكون ينبوع وجوده، لازم هو نفسه يكون ينبوع حكمته، هو نفسه ينبوع قدرته، مش بتيجي من حتة تانية. خدت بالك؟ فلازم وحتما أن يكون الله آب، يعني ينبوع، وابن طبيعة نابعة من الينبوع. نو واي، دي ما فيهاش كلام. ودي اللي قال عنها القديس كيرلس، لما تيجي تفكر في الآب والابن تلاقي الآب والابن ما ينفعش تفصلهم. حيثما تفكر أن هناك آب لازم يكون في ابن. مش ممكن تيجي تقول إيه؟ في ينبوع بس ما بينبعش، ما يبقاش اسمه ينبوع. يعني منين ما فكرك في كلمة طبيعة الله لازم انت تفهم ان هو مصدرها مش بره، لان ده الله، ده مش شحات الطبيعة بتاعته زينا، ده مش مستلفها من، مش معتمد على حد فيها، لازم هو يكون ينبوع الطبيعة بتاعته. واخد بالك؟ طيب هل الله اللي هو ينبوع حكمته، ينبوع حياته، ينبوع قدرته، هل الله الينبوع والله القدرة أو الحكمة بيقفوا لحد ربنا بس؟ يعني الله بيبقى عاجز انه يعطي ويبث من حكمته للآخرين؟ هديك مثل يعني بستلطفه خالص. يعني حضرتك مثلا ربنا يحافظ عليكم، ليك حد غالي عليك قوي بيموت في المستشفى، فانت رحت زرته في المستشفى وهو نايم على السرير، والدكاترة بيقولوا لك كويس انك جيت لحقته، ده بقيله ساعات، ده خلاص بيطلع في الروح. انت عندك حياة ولا ما عندكش؟ طيب بتبقى نفسك تقول يا لما تديله شهر من عندي، خد شهر من عندك، تقدر تعمل كده؟ خد لك تنتين يا اخي ده انت غالي عليا، واخصمهم من يا رب. خد، تقدر تعطي من عند ذاتك؟ ما تقدرش. الله لو زي حضرتك كده يبقى عاجز، يبقى مش اله. الله لازم يكون ايضا جنب ما هو ينبوع طبيعته، لازم يكون هو ايضا معطي من طبيعته اشباه للطبيعه، لازم يكون هو ختم، بيقدر يختم على العدم يعمله موجود، يقدر يختم على الانسان يعمله صورته ومثاله، يقدر يختم على الميت ويجعله حي، لان هو معطي الحياه. ما ينفعش يبقى الحياه واقفه لحد عنده وعاجز يديها، ما يبقاش خالق، ما يبقاش اله. عشان كده القديس كيرلس لما يتكلم عن الروح القدس فيقول ايه؟ الروح القدس متمم قدرة الله في الخليقة. فالاب بيخلق بالابن، يعني ينبوع الحياة يخلق بالحياة بأقنوم تتميم الحياة في المخلوقات او في العدم فيصنع حياة. وصلت؟ لو غير كده ما يبقاش الله. ده اللي بيسموه التفسير الوجودي عن الله، لان الاقانيم اساسها هي اقانيم كينونه، وجود لله. علم بقى، في علم جديد ما كانش ايام اثناسيوس وكيرلس، هم اتكلموا بالمبدا ده، بس النهارده بما ان في علوم جديده بس بتقول نفس الكلام دوت، بس هي مش بتتكلم على ربنا، فطبيعي مش هتتكلم عن جانب التتميم القدره في الاخر. يقول ايه علم الانطولوجي؟ علم الانطولوجي يعني علم الوجود.
علم الأنتولوجيا يقول إيه؟ أي كائن، مش بيتكلم عن ربنا، بيتكلم عن الإنسان، آسف، الحيوان، أي كائن لازم يكون عنده حاجتين مهمين جدا في علم الأنتولوجيا، علم الوجود. الحاجة الأولانية لازم يكون له وجود، اتنين لازم له ماهية. الماهية اللي هي طبيعة جوهره، يعني مثلا إنسان، حضرتك كإنسان لازم يكون ليك وجود. امال انت واقف قدامي ازاي؟ امال انت بتتحرك ازاي؟ تمتلك روح وجسد ومشاعر وازاي؟ لازم ليك وجود. طيب لازم الوجود ده ليكون ايه؟ يكون ليه ماهية. يعني ايه ليه ماهية؟ مش مرتب يعني. ماهية يعني تصنيف او توصيف جوهره بمعنى ادق. لازم ليه ماهية. الانسان هو كائن يأكل، يشرب، يضحك، يتزوج، يفكر، عاقل، مش كده؟ دي الماهية بتاعته. العلماء بتوع علم الأنتولوجيا اختلفوا مين يسبق مين، ده مش موضوعنا، مش هيفرق معانا. يقولوا الماهية قبل الجوهر، هي مصدر الجوهر، لما تجتمع الماهية تعطي جوهر. لا، علماء تانيين قالوا لا لا لا، الوجود هو اللي بيعطي الماهية. مش قصتنا، مش فارقه معانا، لاني مش بتكلم على البشر، مش بتكلم على البشر. الله ايضا اذا فكرت بمبدا علم الانطولوجي، يعني اذا فكرت بطريقه الاسلام هتلاقيها منطبقه، اذا فكرت بطريقه الاباء هتلاقيها منطبقه، اذا فكرت بطريقه العلم هتلاقيها منطبقه. الله له ماهيه وله وجود. الوجود بتاع الله اللي هو كينبوع بقى للوجود، مش مجرد وجود، لان الانسان وجوده معتمد على ربنا او معتمد على اخر بدليل انه بيموت. لكن الله وجوده لا يموت، فوجوده هو نبع الوجود او ينبوع الوجود كله. وجود الله لازم يعلن عن ماهيته، لازم يعلن عن مجده واشراقه وحكمته وطبيعته. هو ده الابن المولود. فالاب كينبوع والابن ايه؟ كمولود من هذا الينبوع، معلن عن الينبوع اللي هو الماهية. عشان كده قلنا الابن هو الايه؟ الأزلية. انا هو الحياة، انا هو الحق، مش كده؟ هو نور الاب، زي ما احنا بنقول حتى في القداس نور الاب. اذا يا احبائي، لو خدتوها بالعلم، لو خدتوها بالفلسفة، لو خدتوها بالابائيات واعلان الله، هتلاقوها منطبقة جدا. كل اللي انا بقوله ده قشور، ما نقدرش نقول ان احنا احكمنا فهمنا عن الله ابدا، ده مجرد اعلان الآباء استناروا وأعلنوا. لكن حقيقة مش هنقدر نمسك ونحكم ونقول فهمنا الثالوث خالص. أنا كده مش هقول خلصت، أنا خلصت. لا، مش بخلصت بال، مش بالطريقة البروستانتي. لا لا، ربنا يخليك. بنشكر أسابونا قمص مكاري، قمص تدرس. عاوز بس أقول لكم كلمة ختامية. هو أبونا قال لنا في وسط المحاضرة الكلام ده عرفوه التلاميذ من السيد المسيح، وتلاميذهم عرفوه من التلاميذ اللي هو الآباء الرسولية. المسيح